لمأمورية تستمر 4 سنوات. احتفظت موريتانيا بمنصب المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم. اختيار الموريتاني محمد العمر لإدارة المنظمة لمأمورية ثانية جاء خلال مؤتمر عام استثنائي للمنظمة انعقد في العاصمة الموريتانية نواكشوط. واستطاعت المنظمة كذلك رغم خصوصية الفترة التغلب على العديد من المشاكل البنيوية التي كادت أن تعيق أدائها. وإننا لندرك أن اطلاع المدير العام للمنظمة بهذه الأدوار أسس لهذا التجاوب العربي مع مطلب الجمهورية الإسلامية الموريتانية لتجديد الثقة له كي يتولى قيادة المنظمة لمأمورية ثانية. رؤساء الوفود العربية المشاركة في الدورة الاستثنائية 8 للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم أشادوا بما تحقق من نجاحات خلال مأمورية موريتانيا السابقة والجهود التي بذلها المدير العام للمنظمة الذي اختاره المؤتمرون بالإجماع لمأمورية ثانية. إن هذا الموقف يأتي أولا وأخيرا لتأكيد وشائج الأخوة التي تربط صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بأخيه فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الأزواني، وتأكيدا لعلاقة التعاون المتينة القائمة بين المملكة المغربية والجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة. اختيار موريتانيا لإدارة المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم لمأمورية ثانية يأتي هذه السنة بالتزامن مع إعلان نواكشوط عاصمة للثقافة في العالم الإسلامي لعام 2023، حيث بدأت البلاد بتنظيم مهرجانات وندوات ثقافية للتعريف والنهوض بالثقافة في موريتانيا بالتعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بالثقافة والتي تعتبر الإليكسو من أبرزها.